اهلا ومرحبا بكم مع مهند غلام 0505163525. اليوم هنتكلم عن سيارتنا الرائعه التاهو الار اس تي اللي ورايا دي زي ما انتم شايفين 2020 ماكينه جباره من 6.2 10 غيار 420 حصان. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الشكل رائع مرعب وسبورتي. طبعا هنقرب منها شويه. اوكي عندنا هنا البوتاي الاسود المضيء بالليل، طبعا الاضاءه زينون وال اي دي كامل. عندنا الحساسات الاماميه نشوف فيها الرادار الامامي والتنبيه عند الخروج من الحارات، في عليها نقاط عمياء كمان على المرايات ورنجات قياس 22. نشوف قياس التاير وباين عندنا زي ما انتم شايفين 285 على 45 على 22. زي ما انتم شايفين التاير ما شاء الله الشعار التاهو بالاسود. السياره بتنزل لونين فقط ابيض واسود. عليها طبعا الدخول ذكي على الابواب. هنا في البورلا اكزوست تيب دول اكزوست. نشوف هنا كمان نشوف من ورا كمان شعار الار اس تي طبعا رولي سبورت تراك شعار الاسود للشيفروليه. خلينا نكمل نشوف من الداخل ايه اخباره ما شاء الله. زي ما انتم شايفين اللون الاسود بيجي او الابيض كمان كله بيجي بنفس اللون الداخلي التخشيب. الجلد الزعفراني في هنا ذاكره الوضع السيء لاتنين سيئين. البوسان سيستم في عندنا هنا الشاشه بتكون العداد شاشه كبيره ديجيتال. تحكم في الهيدز اب ديسبلاي موجود فيها طبعا زي ما انتم شايفين. لون الكراسي ما شاء الله رائع. في عندنا شاحن لسلك للتليفون فوق. في ايه كمان؟ في فتحة سقف. هنا في النافيجيشن والسلك البترول. اللتر الواحد يمشي في حدود 10 كيلو. نشوف من ورا. اوكي مكيف خلفي طبعا تحكم. في هنا ايوه باور اوتلت زي اللي في البيت ممتاز. في شاشة بلوراي ورا وفيها التبريد والتسخين في الكراسي. احنا شايفين الكراسي اوتوماتيك. فيها البلت ان نافيجيشن احنا قلنا والكول بوكس والشاحن لسلك للتليفون. تمام 10 غيار 420 حصان انتم شايفين 6.2 ما شاء الله. يلا معاكم مهند غلام 0505163525. اهلا بكم بالحمد لله السيارات.